لوط عليه الصلاة والسلام، لوط لوط لوط، هذا النبي الكريم، هذا النبي الحليم، هذا النبي الصبور، هذا النبي الجميل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بعد عمر طويل أن أرى لوط عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم حتى أقبل جبينه ونعليه وصدره الشريف، لأن صدر لوط عليه الصلاة والسلام كان ضيق. لماذا؟ ستعرفون في قصته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لوط عليه الصلاة والسلام كان مع إبراهيم في العراق، ولوط عليه السلام لم يكن نبيا في العراق إلى الآن. قال الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط، يعني إبراهيم آمن به لوط. طبعا إبراهيم ولوط بينهما علاقة، ما هي العلاقة؟ لوط ابن أخي إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فلما آمن بخاله إبراهيم عليه السلام ذهب إبراهيم ولوط من العراق إلى الشام. فلما وصل الشام أكرم الله سبحانه وتعالى لوطا بالرسالة. الله أكبر. فلما ذهب لوط عليه السلام إلى قرية تسمى قرية سدوم، وهذه القرية تتبعها قرى، ممكن 3 أو 4 قرى تتبع سدوم، وكل هذه القرى مجمعة على الشذوذ الجنسي والعياذ بالله، أن يأتي الرجل شهوة من دون النساء والعياذ بالله. المهم أن لوط عليه الصلاة والسلام أكرم الله سبحانه وتعالى بالرسالة، فقام يدعو قومه، وحدوا الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى ترك هذه الفاحشة، فعل القذرة ما حد قد سواها، ما حد، أنتم أول بشر فعلتم هذه الفاحشة وارتكبتموها. قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وقال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. يعني سبحان الله، الفطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى التي فطر الناس عليها، الرجل يميل للمرأة والمرأة تميل للرجل، فالذي فعلوه خارج عن الفطرة من الجمال الدنيوي. المرأة الصالحة يعني النساء، يعني الكون هذا كله بعد عبادة الله سبحانه وتعالى منحه وشه؟ النساء. المهم أنه قوم لوط كفروا به ولم يؤمنوا، ولا واحد آمن بلوط عليه السلام، حتى زوجة لوط لم تؤمن به. يا الله، ما آمن معه إلا ابنتاه. لوط عليه السلام عنده بنتين فقط آمنوا به. قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. وقال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. طيب هو جاء رسول واحد، كيف المرسلين كلهم؟ طيب هو نذير واحد، كيف بالنذر جمع نذير؟ كيف؟ اعلم أن من كذب نبيا واحدا فقد كذب المرسلين كافة. قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ما نفرق إحنا المسلمين، الحمد لله كلهم أنبياء من عند الله تبارك وتعالى، ورسل كرام عليهم الصلاة والسلام. لما كان لوط عليه السلام يدعو قومه إلى التوحيد، لأنهم لو وحدوا الله سبحانه وتعالى لشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم، ولا استنارت صدورهم بتوحيد الله تبارك وتعالى، ولا كانت هذه المعصية القذرة أبغض شيء إليهم. إذا أخذوا بالأسباب وحدوا الله سبحانه وتعالى، راح تكون هذه المعصية كريهة جدا عندهم، فلم يستجيبوا. ولوط عليه السلام حذرهم لوط عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. فكذبوا بإنذاره، لأنهم يعني شاكين فيه، كذبوا الإنذار وشكوا في نبي الله ورسوله والعياذ بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد. يا الله، أي إن انتقام ربك في أعدائه وعذابه لهم لعظيم شديد. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن عقابك يا رب العالمين. لم يكتفوا قوم لوط بعدم إيمانهم بنبيهم، بل وصلوا إلى مرحلة أن قالوا، قال الله سبحانه وتعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. ايش يا قوم لوط؟ انهم اناس يتطهرون. لحظة، تبون تطلعون نبي سيد العالمين بعد الله سبحانه وتعالى عشان ايش؟ عشان شذوذكم هذا؟ طيب ايش ذنبه عندكم؟ انهم اناس يتطهرون، يعني الحين انت اعترف بنجاستك وخساستك. طيب الحين لوط عليه السلام ما قال شيء، طيب معاه الحق، طيب انت بنفسك قلت انهم اناس يتطهرون. ايه احنا وسخين، بس هو يخرب علينا بطهارته، يعني عجيب عجيب. قال الله سبحانه وتعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يلا ورنا العذاب.
قال ربي انصرني على القوم المفسدين. قال ربي انصرني على القوم المفسدين. 5 كلمات دمرت هذه القرية. نزلت ملائكة الله تبارك وتعالى، جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل جبريل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام، نزلوا وذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم عليه السلام، إلى خال لوط عليه السلام. طبعا الملائكة يأتون بصورة يعني رجال جميلين جدا. نزلت الملائكة لمهمتين، البشرى والعقاب، العذاب. نزلوا إلى إبراهيم، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، عشان يكرم ضيوفه، يحسبهم انه بشر، الى الان ما يعرف انهم ملائكه، فجاب لهم عجل حنيذ. فلما راى ايديهم لا تصل اليه، يعني لما شاف الايدي الملائكه ما توصل عند هذا الاكل ما ياكلون منه، نكرهم واوجس منهم خيفه. الان الملائكه قالوا لا تخف، انا ارسلنا الى قوم لوط. قال الله سبحانه وتعالى: وامراته قائمه، امراه ابراهيم عليه السلام سارة عليها السلام، كانت من وراء الستر تسمع الكلام، فضحكت، تعجبت من هذا يعني الملائكة، فتعجبت مما قالته الملائكة، فضحكت، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي، أي زوجي، وهذا بعلي شيخة، يعني أنا عجوز وزوجي إبراهيم عليه السلام يعني شيخ كبير في السن. قالت: إن هذا لشيء عجيب. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ هذا الله سبحانه وتعالى ملك الملوك. قال الله سبحانه وتعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع، راح منه الخوف، وجاءته البشرى، خلاص استبشر وأموره طيب، الحين عرف أنهم ملائكة وجاءته البشرى. لما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قالوا الملائكة: اسمع يا إبراهيم، وقف المجادلة، إنه قد جاء أمر ربك، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، انتهى الموضوع، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني ما في فائدة يا إبراهيم تقعد تجادلنا في هذه المسألة، خلاص. وهذا خليل الله، الملائكة تقول له وقف لا تجادل، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إبراهيم عليه السلام قال للملائكة: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. الآن الملائكة ذهبت إلى لوط عليه السلام ليكملوا المهمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. عشان كذا أقول لكم يا جماعة، لو يعني إذا شفت في لوط عليه السلام بعد عمر طويل إن شاء الله غطاته، أشوف الجنة يا رب وقبل صدر. قال لهم لوط للملائكة: روحوا، يعني ما كان يعرف أنهم ملائكة، فقال لهم: روحوا، يعني المكان هذا خطير، روحوا. فقالوا: لا، احنا نبغى نقعد عندك. فقال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب، هذا يوم صعب. دخل الملائكة وهم ما يعرف انهم ملائكة، دخلهم في الدار في بيت لوط عليه السلام. المهم لما دخلوا الملائكة وجلسوا هم يعني بشكل رجال، رأتهم زوجة لوط، وكانت هي كافرة طبعا، وكانت هي والعياذ بالله تدعم هذا الشذوذ. فلما رأتهم جميلين راحت زوجة لوط إلى قوم لوط وقالت: تعالوا ترى لوط عنده ناس يعني كذا كذا. قال الله سبحانه وتعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. جو عند لوط عليه السلام وتجمعوا، حتى قيل بأنهم التفوا على دار لوط عليه السلام ويريدون الرجال اللي هم الملائكة، ولوط عليه السلام إلى الآن ما يعرف أنه هذول الملائكة. المهم أنه لما التفوا وقاموا: يا لوط اخرج يا لوط، خرج لوط عليه السلام وقال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي. طبعا مش بناته اللي هم الثنتين اللي آمنوا به، لا، يعني النبي بمكانة الأب، فيقول هؤلاء بناتي، يعني أهل القرية شوفوا بنات، هذا كل بناتي، فانتزوجوا، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. يا الله، يقول لهم ما في واحد منكم كذا عاكل، ما في واحد منكم صاحي عنده مخ، ما في واحد يعني يوقفكم عن حدكم، ما في واحد يعني ينهاكم عن هذا اللي قاعد تسوونه، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ هذا يدل على أنه كل من فعل هذه الرذيلة ليس برشيد والعياذ بالله. ماذا قالوا؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني احنا ما لنا رغبة في النساء، احنا نبغى الرجال بس، وإنك لتعلم ما نريد، تعرف أنه احنا نبغى اللي عندك، طلعهم. قيل بأن لوط عليه السلام دخل البيت وسكر الباب
وقال للحين هو ما يعرف الحين انه هذول الملائكة اللي عنده. لما سكر الباب قال لو ان لي بكم قوة، اخ لو انا عندي يعني سلطة او عندي جيش، يا الله لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، يعني الله سبحانه وتعالى. وما علم لوط عليه السلام لو ان كل البشر وكل الجن اجتمعوا على ان يرفعوا جبل لم يستطيعوا، وما علم ان واحد منهم بس واحد هذا اللي على شكل بشر اللي هو جبريل عليه السلام طرف جناحه بس يرفع الارض. لما سمعت الملائكة هذا الكلام لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط، قالوا يا لوط إنا رسل ربك. ولن يصلوا إليك، يعني ما راح يؤذونك بشيء، إن رسل ربك احنا جايين عشان نعذبهم. فخرج إليهم جبريل عليه السلام، فأرادوا قوم لوط أن يقربوا منه، فماذا فعل جبريل عليه السلام؟ طرف جناحه، أخذهم كلهم. أتدري ماذا فعل بهم؟ طمس أعينهم، لم يطمس على أعينهم، لا بل طمس أعينهم، يعني شفت عينهم هذه ما تلقاها موجودة، ما في حدقة العين ولا البياض، هذا مخلوع عيونهم، يمديك تدخل أصبعك في عيونهم كذا حفرة تلاقي، وقيل بأنه ما في، يعني تخيل تطلع في إنسان ما عنده عين. هذه البداية. هذول اللي اجتمعوا في الدار خلاص صاروا عميان ما يشوفون، مخلوع عيونهم. لما شاف لوط عليه السلام هذا قالت الملائكة، قال الله سبحانه وتعالى فأسري بأهلك بقطع من الليل. أمروا لوط عليه السلام أن يخرج في وقت السحر قبل الفجر بشوي هو وأهله، ولا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. فلما قالوا إن موعدهم الصبح فاستبطأ ذلك لوط عليه السلام وقال لهم الحين اقبوا عليهم. فقالت الملائكة للوط عليه السلام أليس الصبح بقريب؟ خرج لوط عليه السلام وابنته وامرأته في وقت السحر. خلاص الحين اطلع يا لوط اطلع، انه بيجيهم عذاب الحين. خرج لوط وابنته وامرأة لوط. قالت الملائكة للوط خل همك وخل هم بناتك ان تريدون النجاة، خل هذا همكم، لا حد يلتفت. فلما خرجوا قال الله سبحانه وتعالى فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها. لوط عليه السلام وهم يمشون وابنته يسمعون الصوت العذاب اللي قاعد، بس ما حد يلتفت. لما سمعوا الصوت الشنيع ولم يلتفت أحد إلا امرأة لوط التفتت. فلما التفتت قالت وقوماه فجاءها عذاب من السماء. يا الله، حتى قيل بأنه جبريل عليه السلام رفع الأرض بطرف جناحه. تخيل من شدة الريح اللي تجيهم الصخر ترتفع، تشوف صخور كذا تنفضخ فوق راسك. وغير هذا أنه جبريل عليه السلام رفعهم 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 رفع رفع إلى عنان السماء، وصلهم إلى عنان السماء، حتى أن صياح الديكة والكلاب يسمع. رفعهم إلى عنان السماء، فلما رفعهم إلى عنان السماء فجعلنا عاليها سافلها. يا الله، خسف بهم. فلما خسف بهم قال الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي للظالمين ببعيد. هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، اللي يسوي مثل أفعال قوم لوط ترى هذا العذاب مش بعيد عليهم. والآن مكانهم يا جماعة في البحر الميت. قال الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا هو البحر الميت. كثير من الناس يذهبون إلى البحر الميت، هنا كان عذاب الله تبارك وتعالى على قوم لوط. اللهم ارضى عنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.